وللمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين في يومه الأخير ينضم إلينا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، حدثنا عن اليوم الأخير لمهرجان العالم العالمين وفعالياته المختلفة. برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. ربما ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء النسخة الثانية من هذا المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، بعد أن قدم العديد من الفعاليات المتنوعة الكبيرة وجذب عدد كبير من زوار ورواد مدينة العالمين الجديدة وأيضا السائحين من مختلف الدول العربية والأجنبية. ربما يعني الصورة الآن من منطقة النورث سكوير، بعض الفعاليات المختلفة التي سترونها الآن أو بعض الازدحام الشديد الموجود في هذه المنطقة، تمهيدا لبدء إحدى الفعاليات الخاصة بالباراموتر والطيران الشراعي الذي سيحلق في سماء مدينة العالمين الجديدة وأيضا يعني بعض سيكون هناك ماراثون جري بمشاركة عدد من الرياضيين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. هذا بالطبع يعني تمهيدا للحفل الختامي الذي سيكون في نهاية هذا اليوم للفنان ويجز الذي سيعود بحفل كبير إلى مدينة العالمين الجديدة بعد غياب يعني دام لفترة طويلة عن لقائه بالجمهور، ولكن هذه الحفل يتم التجهيز لها على أعلى مستوى بتجهيز كل الأعمال الخاصة بالإضاءة والصوت وأيضا المساحات المختلفة في منطقة اليو أرينا لاستقبال عدد كبير من الجمهور. ربما اللجنة العليا الخاصة بمهرجان العالمين أصدرت بيانا منذ قليل أعلنت فيه عن أن اليوم سيكون انتهاء النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، وقدمت كل الشكر لكل العاملين في هذا المهرجان من المؤسسات المختلفة والوزارات المختلفة وأيضا الشركات التي ساهمت في صناعة هذا الحدث الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، وأيضا تحدثت عن الفعاليات المتنوعة الكبيرة التي قدمها المهرجان على مدار 50 يوم، وأن هذه التحضيرات يعني طالت لمدة كبيرة جدا خلال هذه الفترة صباحا ومساء دون انقطاع من كل العاملين في هذا المهرجان بفعالياته المتنوعة. وربما تحدثوا أيضا عن العدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة العالمين الجديدة، أكثر من 104 جنسية جاءوا من مختلف دول العالم إلى مدينة العالمين الجديدة خلال هذه الفترة من مهرجان العالمين الجديدة، وأيضا يعني قدموا الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على تذليل كل العقبات ومشاركة الوزارات والمؤسسات المختلفة في هذا المهرجان. كما تحدثوا أيضا وتقدموا بالشكر لكل المصريين الذين ساهموا في هذا المهرجان المختلف. ربما بعد قليل ستنطلق بعض الفعاليات الرياضية الخاصة في منطقة النورث سكوير وبعض الطيران الشراعي بالباراموتر، تمهيدا أيضا ومساء سيكون هناك بعض الفنون الشعبية والتراثية في المنطقة الترفيهية، بالإضافة بالطبع إلى حفل ويجز في منطقة اليو أرينا. مهرجان العالمين الجديدة استطاع أن يثبت خلال 50 يوم من الفعاليات أنه مهرجان الأكبر والأضخم، وأنه قادر على يعني وضع مدينة العالمين الجديدة على خريطة المدن السياحية الكبرى وجعلها وجهة سياحية بل ورياضية أيضا من خلال عدد كبير من الفعاليات والبطولات الرياضية التي تم استضافتها في مهرجان العالمين الجديدة، وعلى رأسها بطولة الجودو العربية والتي أشاد بها رئيس الاتحاد العربي للجودو بهذا التنظيم الرائع، وتقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل التسهيلات وكل الإمكانيات لهذا المهرجان ليليق ويقدم كل الفعاليات التي تليق بزوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة. وربما في هذا الختام اليوم نرى إقبال كبير جدا من الزائرين من مختلف الأعمار ومن مختلف الفئات على المناطق الترفيهية المختلفة التي تشهد العديد من الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة، فيعني اليوم ختام قوي، حضور قوي أيضا من المصريين ومن مختلف دول العالم وأيضا الجنسيات العربية المختلفة التي كنا نشاهدها في الحفلات المختلفة. نتحدث عن أكثر من 10 حفلات كانت في منطقة اليو أرينا باستضافة عدد كبير من المطربين من الوطن العربي، بالإضافة أيضا إلى الفعاليات الفنية والثقافية التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مزيد من
الفعاليات الثقافية المختلفة في مهرجان العلمين الجديدة في هذه النسخة الأكبر والأضخم. وكما بدأ مهرجان العلمين في نسخته الثانية قويا، سينتهي اليوم بشكل أقوى بهذا الحفل الذي نتوقع أن يكون هناك حضور عدد كبير جدا من الجمهور لحفلة ويجز في منطقة اليو أرينا. كل الشكر والتقدير لكل بالتأكيد من ساهم في هذا المهرجان، وأيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قدمت كل التسهيلات للتغطيات الإعلامية المختلفة من الوسائل الإعلامية المصرية أو حتى الأجنبية التي أشادت بهذا المهرجان. نعم، وكل الشكر لك أيضا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين. شكرا جزيلا لك.